نعم. فضيلة الشيخ، بأمر الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الماضي خسف القمر بعد أذان الفجر، واختلف الناس هل يصلون أو لا يصلون. نعم. بعضهم صلى وبعضهم لم يصل. تمام. وإذا كان القمر طالعا في النهار في الصباح أو في المساء وخسف، هل يصلي الناس أم لا؟ تجدون وفقكم الله. أي نعم، هو القمر كما تفضلت خسف بعد طلوع الفجر، فعلى من يرى أن ذوات الأسباب من النوافل لا تفعل في وقت النهي، ورأى أن النهي يدخل من طلوع الفجر، يقول يحرم أن يصلي لأن هذا وقت النهي. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن يرى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يقول يصلي ولو بعد طلوع الفجر، بل ولو بعد صلاة الفجر، لكن بشرط ألا يخفي النهار ضوء القمر. فأما إذا انتشر النهار وصار وجود القمر وعدمه سواء فإنه لا يصلي، لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وآية الليل هو القمر كما فسره بذلك المجاهد وغيره. وهو لا يمكن أن يكون له أثر إلا إذا كان الجو مظلما، أما إذا على ضوء النهار فلا يصلى. هذا القول هو أرجح الأقوال وأعدل الأقوال، على أن بعض أهل العلم يقول أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهذا هو القول المتعين أنه لا يجوز للمسلمين تركه، والأفضل أن تصلى في الجوامع أيضا. ولذلك صلاتها يجهر فيها حتى لو كان ذلك في النهار إذا كسبت الشمس، لأنها صلاة اجتماع، وصلاة الاجتماع كلها أن يجتمع الناس في مكان واحد. نعم. الله إليك شيخ. بالنسبة ل فهمت القول الراجح ولا ما فهمته؟